السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. تنتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو تلقاكم بخير وعلى خير. جيت نشارك معكم واحد الوصفه، واحد المقشر زوين تاع الوجه. جيت نشارك معكم بمكونات بسيطه جدا كتوفر في اي دار، في اي منزل كتوفر هاد المكونات. تنتمنى ان شاء الله تعجبكم. اجيو معايا نبداو على بركه الله. عندنا القهوه سريعه الذوبان، ما ديروش البنات اي قهوه، ضروري ان تكون قهوه سريعه الذوبان، معلقه ديال نسكافيه قهوه. عندنا معلقه من النشا اللي هي المايزينا، عندنا البنات معلقه من السكر سنيده، عندنا معلقه كبيره من الحليب على بركه الله. البنات غناخذوا هذه المعلقه كبيره تاعت الحليب، غنضيفوا عليها معلقه صغيره ديال السكر ديال نسكافيه، اسمحوا لي ديال نسكافيه سريعه الذوبان، يعني ما ديروش اي قهوه البنات، خاص تكون نسكافيه سريعه الذوبان. غنديروها في وسط الحليب، غنزيدوا عليها السكر سنيده، معلقه من السكر سنيده، كنزيدوا عليها النشا اولا المايزينا، معلقه ديال المايزينا، كنحركوا هاد العناصر مزيان، حتى تيندمجوا مع بعضياتهم. راه هاد المقشر البنات راه زوين للوجه، جربوه وردوا عليا، راه فن، غادي تجربوه وغادي يعجبكم ان شاء الله. البنات يعني حتى تيذوبوا العناصر بحال هكا. كناخذوا قطن بحال هكا وكنبقاو كندوزوا على الوجه هكا. وغير بشويه البنات حيت الوجه وسنيده باش ما تجرحوش وجهكم، يعني هكا كنبقاو كنستمروا حتى تنديروا الوجه كامل بهذه الطريقه، كنشربوه مزيان هاد الوصفه هادي بحال هكا، كنخليوه في الوجه 20 دقيقه، 20 دقيقه خليوه على الوجه هاد الماسك. من بعد 20 دقيقه البنات كتمشيو كتغسلوا وجهكم، يعني غسلوه بالصابون ديالكم باش ما فين كتغسلوه، يعني ما كاينش شي صابون سبيسيال، كتغسلوا وجهكم مزيان. انا غير غادي نمسح يديا. من بعد البنات ملي كتغسلوا وجهكم بالصابون ديالكم اللي ما فين كتغسلوا به، كتجيبوا الى عندكم ماورد، والبنات ما ورد من الاحسن عاد حطوه في الثلاجه يكون بارد، راه مزيان حتى للعينين. المهم كنرشوا وجهنا هكا بالماء ورد كامل، وكنديروا ليه ماء ورد، كنخليو الوجه تاعنا يرتاح. جربوا البنات هذه الوصفه وغادي تعجبكم ان شاء الله، انا متاكده انها غادي تعجبكم لانها وصفه مزيانه، غادي تعجبكم ان شاء الله هذه الوصفه ديال القهوه، جربوها. كنتمنى ان شاء الله هذه الوصفه تعجبكم، وتنتمنى لكم ان شاء الله التوفيق في المسيره ديالكم البنات كاملين اللي كتتبعونا، وشكرا على التتبع تاعكم، وشكرا على الناس اللي دخلوا جداد مرحبا بهم، والناس القدام راه داركم هذه مرحبا بكم تنتوما. وكنتمنى هذه الوصفه تعجبكم ان شاء الله. عرفتوا دابا مع هذا المرض الله يستر، الله ينجيكم وينجي جميع المسلمين اللي كاين تاع كورونا، الناس سدين عليهم غير في الدار، لكن الله يجي لنا شي تاويل تاع الخير لنا ولكم الجميع. من الاحسن الانسان يدير هكا وصفات الوجه ما فيها باس، ماشي زعما ان كاين المرض اننا غنتحبسوا من كل شيء، ولكن الانسان يتهلا شويه في راسو، جالسين في الدار ما فيها باس اننا نديروا وصفات بحال هكا ونشاركوهم هكا معكم. وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد الوصفات، وشكرا لكم بزاف، وما تنسوناش ملي لايك وبارطاجيو لا فيديو باش يوصل
لعدد كبير من الناس. شكرا لكم بزاف، وفيديو قادم ان شاء الله. بسلام عليكم.